كيفكن؟ اليوم رجعتلكن فيديو جديد من قناتي إسراء جيمر. اليوم حلا بلعب سبيك اكستير، واليوم جايز تبعح فيجيكم بقات جديدة نزلت جايز بتحديث الحلوين، وريح نشوف يعني ثمن تبعها كثير كثير رخيصة وهل هي بالمجان ولا لا. وبس طبعا امبلش هالفيديو ما شايكو شاركوا بالقناة كمان، حط لايك لهالفيديو. وبس طبعا خلي انه امبلش، وكمان قاعد اسمع قبل ما نبلش بس اياكم تعملوا فولو على الانستغرام تبعي مع اليوني تبعي رح افرجيكم اياه. هذا جايز اليوني تبعي منزل لكم كثير صور حلوه، فبتمنى انكم تروحوا تعملوا لي فولو، كمان لايك على البوستات اللي عم نزل، كمان فولو على التيك توك تبعي الجديد، وتفوتوا على سيرفر ديسكورد تبعي رح تلاقوه بصندوق الوصف. وبس خلي انه نبلش. فطبعا جايز اللعبة شوي بتعلق، المهم فطبعا جايز رح اشوف كل الباقات الجديدة اللي نزلت زائد الملابس وهيك الاشياء اللي يعني ملابس وجوه الاشياء. طبعا اللبس كأنه متكرر من السنة الماضية، فالسنة الماضية جايز نزلوا كثير ملابس تبع هالوين، بس كثير اشخاص ما قدروا ان يشتروه، خصوصا انه ملابس الهالوين كثير بتجنن يعني الروعة ناشرة على الدمار. في هالتحديث رجعوا لنا الباقات والملابس تبع هداك التحديث تبع السنة الماضية. وبس ما قاعد لعبة كثير بتعلق، لازم مليون ألف سنة عشان تحمل. أعتقد رح أطلع جايز أرجع عشان إنه تشتغل. يب ليتس جو. المهم فهلأ جايز أخيراً يعني خلتني لعبة أدخل، وحالياً يعني أنا بالماب بس هيك عشوائي. ف يب هذا الماب أوف أعتقد مانو مكتمل. يب المهم ما بعرف، فا يب المهم ما علينا. احنا اليوم ما رح نحكي عن الباقات، بس اليوم رح نحكي عن الباقات الجديدة. على فكرة جايز شو رأيكم بلبستي؟ أحسها غريبة بس حلوة، ما بعرف. المهم اوه البتسلي هاي هلو من هلو اوه لك هلو هاو ار يو كيف حالك؟ اه تقولي كيف حالك؟ احنا اتنين قلناها بنفس الوقت. اوكي ام فاين، ما بعرف ليش بحب هذا الوجه، مو عاد بجي يعني اقصد هاي الحركة هاي اللي تبع اوه انا مصدومة ياي خايفة ما بعرف. المهم وبحب هالرقصة كمان جديدة. اه لا مو هاي، هاي سبوكي سكيري سكيلتنز مدري ايش، مدري ايش. اوكي خلينا نشوف. اوكي نزلت صورة، اوكي نزلت صورة، يلا نشوف ايش. اوكي يا عملت لايك قبل ما اشوفها حتى. اوكي بس بدي اشوف الصورة. اوه لك صورة معي، اوه كثير كيوت، اوه ماي جاد كثير حبيت اصلا يعني اللبسة تبعها وشخصيتها كثير كيوت. المهم لك في واحدة كمان ثانية اجت اسمها رومي را خلي اقرا. اوكي رون رون ريس، اوكي رون ريس هاي رونريس. المهم فخلي جايز سؤال نشوف الباقات. طبعا الباقات هون موجودة. اوكي عنا طبعا اول باقي جايز، هاي ما انا بقى فكرة هاي 12 levels انه complete all levels faster. هاي طبعا انه بتشتروها بمصاري حقيقية تبع البريميوم باس، بتخليكم انكم تفتحوا 12 level هيك مجانا بسرعة. وفوق كمان في طبعا باقي جديدة اسمها how about a potion، يعني ماذا عن مشروب سحري. وعنا كمان تحت مكتوبة complete pack with mysterious potions، يعني هاد بيت معه حلوة وأشياء سحرية إنه هيك. وليكو اسم الباقي اللي جوا اسمها بو scary monster chest and horror door. oh my god كثير جن إن طبعاً chest إنه هاي تمام، horror door هي هاي إنه بوابة مرعبة. أوكي بو. وعندنا كمان طبعاً باقي اسمها scary bundles. اوتش او ماي جاد بدي اخذ سكرين شوت بس اوتش. المهم ايدي او ماي جاد ما علينا. فعندنا طبعاً scary bundles انه الباقات او الاشياء يعني تبع المرعبة، فخلينا نفوت. اوه ليكو جايز طبعاً بتلاقون باقي اول شيء اسمها vampire outfit معناتها لبس مصاص دماء، وليكو في مصاص ومصاصة دماء اتنينهم كتير طالعين كيوت حتى لو ما عندهم شعر، بس انه اصلا مصاصين دماء. المهم فاطبع هون جايز بيعطونا انه قبعة زائد جناح باللون مو البرتقالي زائد واحد باللون البيربل انه
بنفسجي، وكمان هذا الوجه تبع مصاص تبع البنات، وجه تبع الأولاد، وهي تبع اللي قميص لونه أحمر تبع مصاصين دماء، كمان هذا القميص الأسود تبع مصاصين دماء، وعندنا كمان هذاك البنطلون والأحذية اثنينهم، وعندنا هون كمان بالون، هاي الإشي اللي بيكون برا البيت، وعندنا كمان اثنين من هدول الحقائب تبع مو حقائب درب بس هن حقائب الإيد تبع مصاصين الدماء، لكم مصاصين دماء حاملين. هاي طبعا 100 جوهره فيها ملابس تبع مصاصين دماء، وهاي 160 جوهره فيها ملابس مصاصين دماء، زائد هدول الاربع اغراض اللي هن بالونا، هدول اثنين من حقيبات اوكي وبس. انا طبعا رح اشتري الباقره رغم انه اوريدي عندي هدول الملابس، بس رح اشتريهم anyways، ما بعرف ليش، ما بعرف اوكي، عشان نشوف ايش موجود جوا. فانا اوريدي عندي هدول الملابس، ما بعرف ليش عم ضيع جواهري، بس اعتقد ما عندي القبعات، عندي بس القبعات، ما بعرف عن جد جايز. خلينا نشتري كل شيء. اوكي خلص، خلصنا هذيك الباقي. هلا عندنا هالباقي اللي اسمه ماجيكال كريتشرز بندلز، يعني اوب، يعني المخلوقات السحرية، يعني باقي المخلوقات السحرية. أو عندنا الباقي الأولى اسمها سكيري فورنيتشر بندل، يعني الباقي تبع الأغراض أو الآثاث المرعبة. فالآثاث المرعبة الأولى طبعا هاي بس ب12,000 فلوس، يعني ثمن كثير رخيص، فيكن تشتروا فيها هدول الآثاث، كثير بجننوا تجميعي تبع آثاث. وليكو في 3 آثاث اللي فوق اللي عليهم انه الخلفية تبعهم هيك باللون بيربل، هاد لون نادر، فبمعنى انه هدول الآثات مش يعني مو مجانية، يعني نادري كثير، وليكو بس بمصاري 12,000 كوينز فيكن تجمعوها بسرعة. انا اوريدي عاملة لكم فيديو عن كيفية تجميع الكوينز، فيكن تشوفوا بقناتي. المهم فطبعا بهالباقي هاي طبعا بيعطوكن هاد الاشي اللي بيكون برا البيت، وبيعطوكن كمان هاد الاشي كمان بيكون برا البيت، يعني كأنه او ما عندي انا اياها كمان، لازم اشتري هالباقي هاي، عن جد ضنيت انه اللي عندي فما اضيع فلوس بس بس واو. وليكو في كثير اغراض انا ما عندي اياهم فرح اشتريها، هو بيعطونا كثير اغراض بتجنن جايز، هدول كلهم تقريبا ما عندي اياهم، عشان أنا في التحديد تبع الهالوين الماضي ما كنت أهتم كثير للآثاث، خلص يعني كنت بس أشوفهم ما بشتريها، بس هلأ لا، هلأ لازمنا كثير آثاث. ليش؟ لأنه جايز لازم أرتب، يعني فيه المابات تبعي، أرتب كمان فيه بيوتي. المهم طبعا هاي البدله أو الباقي أقصد كمان اسمها وولفمان بندل، يعني كأنه المستأذب أوكي، بيعطينا هذا الحذاء، الجلوفز يعني القفازات، هاي كثير كيوت، الوجه هاد كمان كثير كيوت، وهاد 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 حقيبة تمام. والآثاث فينا، فالآثاث حتى لو اشتريناها فبتضل موجودة، عشان فينا نشتريها قد ما بدنا، لأنها يعني باقي فبنشتريها كثير، لأنه الآثاث يعني آثاث يعني ما بنخدمها، ما بناخذها مرة واحدة، يعني الآثاث فينا نشتري مو بس إني مثلا هديك النبتة، ففينا نشتري أكثر من مرة، عرفتوا؟ المهم فهلا استريحة، بدي إني أجرب الآثاث، بس أعتقد رح أطول عليكم كثير كثير بهذا الفيديو وبس. واو استريحة كثير بجنن هدول الباقات، وبثمن كثير رخيص جايز، هدول الفلوس فيكم تجمعوهم بس من خلال الصناديق السرية، المهمات، تلعبون كريزي ران شوية، بعدين رح يفتح معاكم ايفنت باس اكيد، رح تكملوا بعد مهمات، فرح يصير عندكم كثير مصاري، يعني فيكم تجمعوا فلوس بوقت كثير قصير، عن جد انه لو بدكم تجمعوا مصاري في بيك اكس، لو بدكم تصيروا اغنياء حتصيروا اغنياء، يب ولو بدكم تصيروا اغنياء يعني فيكم تصيروا اغنياء، عندكم القدرة. طيب على فكرة شكرا كثير لأي شخص بعت لي هدية، عن جد كثير كيوت، انا كمان حاول ابعت لكم كلكم هدايا، فاكتبوا لي بالتعليقات اسماءكم ارقامكم عشان اني ابعث لكم هدايا كمان. اوه كثير كيوت، اوه اوكي، اوه كلهم تريتس، بدي انا تريكس، اقصد تريتس، اللي بعطوني تريكس، بدي تريتس. يلا عاد اوب كلياتها تريتس، خلص ما صارت حلوة، او ماي جاد كلياتها تريتس، واي ليش كلها تريكس، او ليش كلها تريكس.
ما بعرف بس جايز قبل كانوا كثير ببعثوا لي انه تريتس بس هلا صاروا بس تريكس رح احذفها عشان صار عندي 24 من 10 فيا ايش صار ايوه هذول الحلوه اللي كانوا بوصلوني بس هلا صاروا بيوصلني بس هاي تريكس او ماي جاد ايوه يلا عاد يا رب هاي كمان تريك المهم رح اكلها يلا عاد رح اكلها خلي اكلها واو مو حلوه المهم بس شكرا جايز anyways يعني شكرا حتى لو يعني حتى لو هي تريكس بس كمان تريكس حلوه انه تريك اور تريت المهم فبس هيك كمان جايز رح خلص هذا الفيديو ما تنسوا انكم تشتركوا بالقناه كمان حطوا لايك لهذا الفيديو كمان ما تنسوا انكم تعملوا لي فولو على الانستغرام تبعي حتلاقوه بصندوق الوصف كمان تيك توك تبعي كل شيء جايز بصندوق الوصف بحبكم كثير وبحطوا لايك وباي.